السلام عليكم. بدي السلام يا حافظ. كنت زعلان. باهي. اسعى الكرة هذه اللي بحذا كتفه. ايه. هاني اختفت. وبعد رجعت. باهي اسعى الكرة هذه. اللي بحذا البار وين البانو الحمر. ايه. اللي في الشبكة الداخل. اسعى يا خزرة. هاني اختفت. ونش رجعك مرة أخرى. اسعى الكرة هذه. اللي بحذا. اللي بحذا الواحد. بحذا مرة. اللي على اليمين على اليسار. هسه على ريتها ما كريتها موجود يتكلم هاك الشاشة كلها موجودة ولا لا؟ اوه يا معلم ترافيك هذا يا ولدي هذاك فوتوشوب هو قال فوتوشوب هذاك شو معناتك شوف قداش واحد مخيطيري ويضرب على البار كل كرة تضرب على البار يخلوها كل كرة تجيب هذي يمشي نحاها لما تحطوا كادر فيكس وبعديك شو يعملوا؟ تورك له شاب يجيبوا هو يصد خمسة شوطات يركبوها بالافتر افكت تما هو كي رجع يولي فما سوبر بوزيسيون تاع لي بلون ما نجموش يعملوها ولا تسلق اما هذه راهي مفبركة معناتها يا ريتو سكت معناتها هذا يغش فيك والله يغش في راحه تو قالوا الناس الكل تحبوا الناس الكل شيخ عليه دمار وطلب واحد مره ما قبلهاش حب يبقى هو انكركيرابل علاش كل واحد وديه يجي نهار يولي كركير وقال له ساقي فيها لي جامون كروازي شنو لي جامون كروازي خيك سباول ولا رجلك حتى شو اسمه لطفي كي قال لك راهو مش عم باراليزم على ساقيك الزوز راه مش بدو ساعه كي ماشي تجري من هنا بالحق عندك حلامة مش باراليزم هذه عندك الفوزير وصرب ودان من قدام مضروب ماك ركز عليها تو ريت ريت وسكت على خاطر كي جاوب هكايا بصراحه يا تقبلوني انا نيميرو ان ولا لا وعقد وعقد هي هي تذكر يضل خرج وخذ قافلين سهر هذه يحب تاب قد ايه خدمه 4 سوايع ما هو لهنا في الغناء الشعبي نتاعنا يقول لك سوق وربس ما يسالش صارت لك فازه تكركرت تتهنتل سبحان الله الناس كلها تتهنتل يشرب عقلك وادرس اجابته انت خرجت من الاستوديو ماشي بالبارك ديريكت 5 ساعات ترانسفيرسال يا ودي ميسي تو يجيك يقول لك بجاه ربي لا تتصور ورونالدو زاد كيف كيف عليه يا ودي خلينا نتفرجوا شويه كوره لبرا الناس مش تعقدها عودنا اسمك مي قالوا اما بفازه ليا راك من مي هبط للري ري قالوا قربك لازم تهبط الدوب يا معلم مثل يقول لك اذا حبوك ارتاح هي شو المشكله برا هاو طلبك لك عمل فيك هكا وهكا ولا سخنك بعلوش في الليميسيون بعلوش هذاك يرضى على 9 سنين هذاك بالبيبرو وتاخذ في رايه بيسخرك سخون ولا هذايا بصراحه الناس تحبك وتقبل منك في كل شيء وتعدي لك وما توصلش تستهبل العباد 12 مليون وتوانسه ويحبوك وتابعوا فيك في القنوات الكوليكا وانت مصلي على النبي مكتسح اي جيت عملت روحك الكركيره انت تو سحلت روحك سحلان ربي يهديك اما ان شاء الله ما عادش يحيطولك يا ريجال هضربت للري هبط تحت المي بمتر ونص سلام